باشمهندس محمد ازيك؟ اهلا بيك واهلا بيك كابتن علي نبيل في ضيافتي وبيرحب بيك. ازيك يا باشمهندس؟ حبيبي وانا سعيد فعلا اني بشوف كابتن علاء منور الشاشه. الله يخليك يا باشمهندس، ربنا دايما يخليك كده ملعلع ويسمعنا افكاره اللي بتسري الكره المصريه الحقيقة. الله يخليك يا باشمهندس، الله يخليك. انا سعيد جدا جدا ان انا بشوفه على الشاشه دلوقتي وفرحان بوجوده معاكم. الله يخليك. واحنا سعداء بتجربه المقاولين عام 2019 يا باشمهندس محمد، لان مهندس محمد عادل مع المقاولين خلال السنوات الاخيره بالتاكيد يقدر يقيم هذه التجربه في 2019 تحديدا، سواء في ختام الموسم الماضي او حتى بدايات الموسم الحالي. هو طبعا عشان نتكلم على 2019 مفيش شك ان هو الكوره بيبقى فيها حاجات كتير، مطبات يعني، ويمكن في كل سنه كان بتحصل برضه بعض المطبات وبالذات مع المقاول العربي تحديدا، وبعدين بتفوق تاني. بس السنه اللي فاتت يعني الحقيقه اولا بدات فتره تعداد محترمه جدا وقويه جدا من الراجل اللي قاعد قدامك ده، عمل شغل واختيارات والحقيقه يعني عمل مجهود جامد، ومن يعني مش انا شفت اللي اتعمل في فتره تعداد ما شفتوش خلال فترتي في عالم الكرة الكل يعني. انما بدات في بعض المطبات وده شيء وارد في عالم الكرة، ويمكن اصرار كابتن علاء هو حتى يمكن الكلام ده الناس ما تعرفوش، ده اكثر ماتش مصر ان هو يقول لك لا انا بنادي يشوفوا حد غيري مش مشكله، يعني ساعات الكوره تبقى كده واقفه مع مدرب فبيقول لك لا انا لازم استعطي النادي شوفوا اخر يعني. يمكن مش عايز اقول لك كمان ماتش الزمالك يعني هو كان حاسس ان هو لا في حاجه، وده بيحصل كتير مع كل المدربين مع كل، وده عالم الكره بكل اللي فيه من والى. بعد كده استمرينا الكابتن عماد النحاس الحقيقه راجل عمل شغل كويس وكتاب جدا مع مجموعه اللعيبه اللي هم كانوا على مستوى عالي جدا، الكابتن عماد والجهاز المعاون بتاعه، وقدرنا برضه نوصل خامس. فكانت بالنسبه لنا سنه فيها كل الـ يعني حلو، مش عايز كله حلو، كله حلو في النهايه هي الكوره واللي حصل كله هي مطبات الكوره او فوائد الكوره، بس اهم حاجه الاصرار الثبات القناعات باللي انت بتاديه، وربنا في الاخر يوصل برضه اهم حاجه التوفيق، والتوفيق بتاع ربنا اكيد طبعا. اكيد طبعا. دي الحقيقه اللي حصل معنا السنه اللي فاتت، نستمر السنه دي ان شاء الله يكون فيه. طبعا كان في بقى يعني الكابتن علاء قال لك ده بدا، انا سامعه من شويه بقول لك انا بدات في شهر 7 30/7 ونهينا الدوري 25/7 اللي بعديها مظبوط مظبوط سنه سنه كامله المطبات طول السنه بلاش، انا ما اعرفش ماتش الاهلي ده حتى اتاكد ليه، اي ماتش المقاولين تاكله مع الزمالك ليه يعني. مظبوط لا ما هي دي بتظبط الكوره بقى قالوا ليه هي كده حلوه كلنا حبيناها كده ما نقدرش نفكر كده، اتعودنا على كده اتعودنا على كده بالظبط. يعني يا ريت يعني نعود لعبتنا على اللعب 72 ساعه بس. طيب. انا عايز اقول لحضرتك على حاجه وهقفل بقى، لاعب مش لاعبتهم مسؤولينا بالانديه وبالاتحادات، يا ريت كلنا نبقى ماشيين في سكه واحده بس، انما التوتر الدائم في الكوره صعب. عارف يا باشمهندس، والله يعني حضرتك اتكلمت في جزئيه مهمه جدا، وحضرتك بتختم حتى بموضوع مهم جدا وموضوع محتاج حلقات، بس لو في سيستم وفي نظام وكل التزم بيه مش هتلاقي فيه مشكله واحده. طيب بالنسبه للسيستم والنظام بعت لي النهارده عشان اللوائح تمام؟ انا كتبت على النهارده في العمود بتاعي يعني عايز اقول لوائح ايه؟ انا كاتب الجمهوريه، اذا كنا عندنا لوائح كتير قوي واحنا لا نلتزم. اني لوائح؟ لائحه النظام الاساسي للاتحاد ولا اني لائحه؟ نعم انا عارف عايزين نعمل لائحه عشان نخالفها تمام، ما هي اللائحه موجوده صح، انا خليفنا اللي كانت موجوده فهنعمل لائحه جديده برضه هنخالفها تاني. امال خالف ازاي يعني؟
ما تنكشناش يا باشمهندس. هو عايز يخليني افتح في موضوعات. وسهل جدا وبسيط جدا، وعندنا ناس في هذا المجال بالذات ناس خبراء وناس محترمه وتقدر تلتزم. بس احنا يعني احنا عايشين في جو من التوتر الدائم. ما ينفعش كرة قدم بهذا التوتر، ما ينفعش. وكلها حاجات، ده ماتش 72 ساعة، ده ما لعبش، لا ده اتأكد له ماتش الصدق. يعني ليه كل ده؟ الكرة أبسط من كده. كل سنة وأنتم طيبين. كل سنة طيب يا باشمهندس. طيب يا باشمهندس، وإن شاء الله نكمل النادي يكمل المسيرة ونفضل في المراكز المتقدمة إن شاء الله. ونشوف كده المقاولين يا رب في المراكز المتقدمة على الأقل، يعني يعود حتى يعود لأفريقيا من تاني. في كلمة لازم أقولها، يعني أنا بتفائل بعلاء لما بيكلمني قبل الماتش، وإحنا عندنا ماتش بكرة إن شاء الله. أهو كلمك. ان شاء الله خير يا باشمهندس، وكل سنه وانت طيب، وكل التوفيق يا رب للمقاولين العرب في المرحله الجايه، والمقاولين يعود تاني للامجاد الافريقيه ان شاء الله باذن الله بعد ما ياخد مركز متقدم في الدوري السنه دي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا يا باشمهندس.